أنا سعيد، يعني من بداية اليوم أنا سعيد، وفي الفقرة أنا بقى يعني إيه في أقصى درجات سعادتي، لأنه كل الموجودين في الفقرة أصدقاء جدا، أحبهم جدا، أحترمهم جدا، وبعدين بقى كمان تنويعة سياسية أكتر من رائعة، ده بخلاف إنه الثلاث ضيوف نواب، فأنا أعتقد إن إحنا ممكن يعني نعمل إيه لجنة برلمانية كده صغيرة أو لجنة استماع على المشي، ولا يبقى غلط ده يا أستاذ مصطفى؟ لا صح، مظبوط يعني؟ مظبوط. أستاذ مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، سعيد بحضرتك وبالزملاء الاعزاء، سياده النائب علاء عصام، سياده النائب احمد فتحي، اهلا وسهلا. طبعا منورنا، شرف بحضراتكم والله. ازيك علاء؟ ازيك كله تمام؟ يمكن انا عايز افكر مع حضراتكم بشكل اكثر اتساعا، ويمكن عايز اخد راي كل واحد استهلالا في هذا اليوم، كيف رأى وكيف رأى تنوع الحاضرين. وأنا دايما كنت بقول من أول حلقة يا جماعة أنا شايف حاضرين تحت قبة هذه القاعة أو تحت سقف هذه القاعة من أقصى المعارضة لأقصى الموالاة. أستاذ مصطفى، يعني أنا النهاردة يوسف فعلا كنت سعيد بالمشهد إن أنا شفته في جلسة الحوار الوطني. كنا محتاجين إن نشوف المشهد ده من فترة. طبعا كلنا مؤمنين إن الحوار هو الأساس للتوصل للحلول ومعالجة أي مشكلات. إحنا حاليا في فترة تحتاج إلى الحوار، تحتاج إلى أن نستمع إلى بعض، لكل القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بكل طوائف المجتمع المصري، كل فئات وممثلي المجتمع المصري، من القوى السياسية، من الأحزاب، من المجتمع المدني. النهاردة أنا كنت سعيد جدا أن شفت كل ده. أنا فوجئت لما دخلت القاعة أن أنا وجدت بعض الشباب من الدائرة عندي أو من محافظة سوهاج موجودين في القاعة، معرفش هم جايين بيمثلوا إيه، لكن كانوا موجودين. ده أسعدني إن إحنا وصلنا لمستوى التمثيل من القيادات الحزبية والقيادات النيابية إلى مستوى الشباب من الدوائر. المشهد النهاردة كان جميل جدا. أنا بشكر سيادة الرئيس على دعوته للحوار الوطني، لأن إحنا كنا محتاجين إن إحنا نقعد مع بعض ونسمع بعض ونصل لحلول. دايما محتاجين للحوار. أنا دايما كنت يعني بلوم شوية على الحكومة لما تصدر قانون أو تتقدم بتشريع إن ما بيسبقش ده حوار مجتمعي. كانت الحكومة بتقدم تشريع أو بتصدر قرار ثم تحدث ردود أفعال مختلفة ومتنوعة ومعارضة. إحنا لو سبقنا دايما أي قرار أو أي تشريع بحوار مجتمعي من كل المهتمين، سواء مراكز بحثية، سواء قوى سياسية، من طوائف الشعب المختلفة، هنصل لنتائج جيدة جدا. وأنا أعتقد أن نتائج الحوار هتحل كثير من المشاكل اللي احنا بنواجهها الآن. هنصدر تشريعات جيدة تلائم ما يتطلبه الوضع الحالي والوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، الوضع المجتمعي. طبعا لا صوت يعلو فوق المحور الاقتصادي. النهاردة الوضع الاقتصادي على المستوى العالمي ومنه مصر طبعا وضع مرتبك ومتلاحق ومتسارع نتيجة التداعيات العالمية الموجودة، الحرب الروسية في الأول، جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، الصراع الأمريكي والصيني على تايلاند، المشاهد الإقليمية والمشاهد العالمية، كل ده ترتب عليه تداعيات اقتصادية. كل ده يعني له مردود على المستوى الدولي ومسبب يعني مشهد مرتبك في الوضع الاقتصادي على المستوى الدولي وبالطبع مصر، لأن احنا جزء من العالم منفصل على العالم. عشان كده كانت المقترحات اللي تقدمت للحوار الوطني، الأمانة الحوار الوطني، المحور الاقتصادي مثل فيها 39%، الاقتصادي 39%، المجتمعي 34%، والسياسي 29%. الناس كلها فاكرة أن المحور السياسي هو الأهم، وهو يعني المحور السياسي مهم، لكن كان المحور الاقتصادي بيحوز على 39% من المقترحات المقدمة. طبعا المحور الاقتصادي بيضم 8 لجان وهيناقش 28 سياسي مسكين خمسة بس، هيناقش 28 موضوع، يعني المحور الاقتصادي هيناقش 28 موضوع. طيب أنا يعني الحته دي انا ممكن بس يبقى في بالي هي الفكره اللي قد تبدو وكانها مخالفه لوجهه نظر سياده النائب مصطفى سالم. المحور الاقتصادي شديد الاهميه، بس انا اظن ممكن علاء يتفق معايا الناس اللي هم حاتفين شمال بتوع اليسار دول، ان احنا بنبقى شايفين دايما انه المحور هو اقتصاد سياسي، يعني ما هوش متعلق بالاقتصاد مركزيا، سواء اذا كان على النطاق الاقليمي او المحلي او حتى على النطاق الدولي، لانه كل اللي حاصل
هو في أزمات سياسية ومش بالضرورة أنها كانت لها علاقة بالاقتصاد ما بين ترتب عليها تداعيات اقتصادية. شفت بقى؟ لا ده اليساريين برضه شطار. ترتب عليها تداعيات اقتصادية. بما أن أنا وعلاء غالبا هنرغي على نفس الوتيرة وهنتكلم، أنا هرغي علاء هيتكلم بمنتهى الحكمة على نفس الوتيرة، لكن عايز أروح لذات النائب أحمد فتحي ورؤيته لهذا اليوم ده من ناحية، هل تتفق مع أستاذ مصطفى أنه المحور الاقتصادي هو المحور الأهم والأبرز في الحوار الوطني، أم أنه هناك محاور وموضوعات أخرى؟ يعني في البداية بتشرف بوجودي مع حضراتكم. عايز أقول لك يوسف، هو مش المحور الاقتصادي فقط، هو المحور المجتمعي مهم جدا، والمحور أيضا السياسي مهم. بس لما مصطفى بيه كان بيتحدث عن أهمية المحور الاقتصادي، عشان كل بيت مصري دلوقتي متأثر اقتصاديا وعنده مشاكل جوه كل بيت، فمحتاج توصيات. التوصيات دي لما يسمعها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة القادمة، هيبتدي المواطن المصري يحس إن فعلا في حوار بجد. سؤالي، لجنة الشباب بتعمل إيه للشباب؟ ده أنا هسأل نفسي وهجاوب. أقول لحضرتك إن عندنا أفكار محترمة جدا يا يوسف، طلعت من شبابنا داخل المدارس وداخل الجامعات في الثلاث محاور، سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. أنتوا في التنسيقية لفتوا في المحافظات كتير خلال السنة. عايز أقول لحضرتك إحنا ما فيش محافظة سبناها، ما فيش جامعة أو معهد، سواء جامعات حكومية أو أهلية أو خاصة، سبناها من اسكندرية لأسوان عشان نسمع للناس أنتوا محتاجين إيه من الحوار الوطني. عايز اقول لحضرتك اول حاجه الشباب كانت محتاجاها، كانوا دايما واحنا في الجامعه كانوا يقولوا لنا، يعني هو معلش يعني احنا مش بنعمل عمليات تطوعيه؟ قلت لهم اه. طب ليه ما يبقاش اسمها وزاره الشباب والتضامن الاجتماعي؟ تمام. فالشباب تاني قال لنا احنا مش بنشتغل في تكنولوجيا المعلومات وبنعمل ابتكارات محترمه؟ هايل. ليه ما تبقاش اسمها وزاره الشباب والاتصالات؟ فابتدينا نفتح موضوع، محتاجين انتوا ايه؟ قال لك ليه دايما الشباب بتربطوها بالرياضه، ما تفصلوا وزاره الشباب عن الرياضه. فده كان اول مطلب رئيسي شبابنا داخل الجامعات طلبوه، قال لك لازم عشان تقدروا تعملوا حوار وطني بجد لازم يبقى في وزاره مستقله بذاتها شغاله على تحديات وهموم الشباب ومشاكل الشباب. او عرضوا علينا، ما احنا عندنا المراه والمجلس القومي للمراه شغال كويس جدا، ما فيش حاجه اسمها وزاره مراه، فليه ما تخلوهاش اسمها مجلس القومي للشباب. عايز اقول لحضرتك الكلام ده كان اسمه المجلس الاعلى للشباب ده والرياضه. وكانت وزاره الشباب والرياضه وزاره منفصله، بس الفكر كله هو مش رايح عشان يقول ان في وزير مقصر او يشتغل على وزارته اكتر، لا خالص. هو الفكر رايح، مفيش وزير زي ما بنقول قاعد في الوزاره. هو الشباب بيتكلم على ان الوزاره دي لازم تبقى قايمه بذاتها، ملهاش اي علاقه لا بالرياضه ولا بالتضامن ولا بالاتصالات، هي كل الملفات اللي بنتكلم فيها دي الشباب هم اللي يقدر يعملها، وزاره الشباب منفصله تماما عن اي وزاره ثانيه. وده كلام محترم وفكر محترم وهنناقشه داخل لجنه الشباب في الحوار الوطني. حاجه ثانيه لما اتكلمنا عنها، قال لك زي ما انتم بتتكلموا عن ان انتم تخلقوا سياسيين يخدموا المجتمع الفتره الجايه، لازم تهتموا بحاجه اسمها انتخابات اتحادات الطلبه والانشطه الطلابيه. فعشان نقدر نعمل ده طبعا ابتدينا نسمع الشباب باللجان المختلفه، هل اللجان دي اساسا عارفه الوزارات المعنيه بافكارهم وبمشاريعهم، عارفين الحكومه بتعمل ايه وبتقدم ايه؟ عايز اقول لك يا يوسف في جاب كبيره جدا، الناس مش عارفه الحكومه بتعمل ايه والحكومه نفسها مش عارفه اتحاد الطلبه بيعمل ايه. فهنناقش ان احنا نغير لائحه عشان خاطر نقدر نقول ان في تنظيم عمل لاتحادات الطلبه والانشطه الطلابيه، لازم رقم واحد ده اللي اتعلمناه في المجلس هو تشريع يصدر الفترة الجاية يخدم أكبر عدد ممكن من شباب المدارس والجامعات. عشان أنا ليه بقول مدارس؟ اتحاد الطلبة مش مقتصر على الجامعة فقط لغير، عندنا اتحاد الطلبة للمدارس أفكارهم سمعناها أكتر من رائعة. عايز أتكلم عن محور مهم جدا يوسف، معلش برضو اتحاد طلبة المدارس ده حاجة شديدة الأهمية والمحورية. أنا كنت رئيس اتحاد طلاب مدارس مصر زمان طبعا، وبقيت نائب برلمان. بس أنا هقول لك على حاجة، يعني هنا بقى سيبك، ملهاش علاقة بالشكر الذاتي في حاجة، هي المسألة أنه الاتحاد العام لطلبة المدارس لا يقوم على أيامنا، أنا ما أعرفش دلوقتي إيه اللي بيجري، لا يقوم بأي شكل من أشكال التوعية السياسية بأي، بل بالعكس يعني، بس على أيامنا ده كنا بقى إيه في 30 سنة منيلين ب60 نيلة، لكن مش ده موضوعي. لا ده هو في فكرة محاربة إنك تتأدلج أصلا، محاربة إنك أنت تفكر في العمل السياسي أصلا.
فانا مهم عندي قوي قوي فكره انه ازاي نقدر نشتغل على اتحاد طلاب المدارس وصولا لاتحادات الطلاب الجامعيه علشان بعد كده اشوف كادر قادر ان هو يخش انتخابات المحليات طبعا السيد علاء المحترم، ثم بعد كده نلاقيه جنب حضرتك وجنب سياده النائب مصطفى في البرلمان. فانا هنا يبقى في عندي مدرسه تنميه كادر زي ما الكتاب بيقول، بعيدا عن الادلجه كل واحد يخش حزبه ويخش حركته زي ما هو عايز. وهيحصل ان شاء الله. ومن ضمن الملفات اللي حضرتك بتتحدث فيها هي عمليه الدمج. لما كنا بنتكلم عن لجنه اسمها اللجنه المجتمعيه، ان اللجنه الاجتماعيه دي تعرفي ايه عن وزاره التضامن الاجتماعي؟ وزاره اللجنه الثقافيه تعرفي ايه عن وزاره الثقافه؟ طب اللجنه الرياضيه تعرفي ايه عن وزاره الشباب والرياضه؟ للاسف ناس كتير جدا ما تعرفش يوسف. فعمليه ان انا اعرف، مش ان انا اعرف برامج وزاره بس، ده انا راجل منتخب من الجامعه، ده انا اشارك كمان في برامج الوزاره ورؤيه الدوله 2030. عايز اتنقل لملف مهم جدا، ما دام اتكلمت عن ملف شباب ورياضه واتكلمت عن اتحادات طلابيه. الشباب لما ابتدوا يتكلموا يقول لك، ودول كانوا لما نزلنا على القهاوي قالوا لنا والله انا بقيت اخاف اروح الاستياد عشان انا متاكد ان هم ممكن يقبضوا عليا. طبعا تخيل ان في خوف ان انا اروح اشجع فريق كوره الفترة الجاية، فريقي اللي أنا بحلم من صغري بالتيشيرت بتاعته، يقولك لا أنا مش هروح أشجع، أنا شفت أكتر من زميل ليا ابتدى يتقبض عليه لأنه هو شاف قدامه التشجيع مقترن بشغب، والشغب بطبيعة الحال يتم تطبيق القانون عليه. بس الأهمية من ده، وده هيتناقش على مائدة لجنة الشباب في الحوار الوطني، عملية اللي احنا ازاي نقدر نرجع جمهورنا وهو فعلا مطمن ان عندنا أمن مستقر وأمن بيقول له ايه الصح وايه الغلط من قبل ما يروح الاستاد. عندنا ملف مهم جدا برضه يا يوسف بصراحه ما اقدرش انساه، هي مشكله البطاله في مصر. ولما اتكلمنا طب ازاي يا شباب نقدر نحلها، اتكلموا عن ملف مهم اسمه رواد الاعمال. طب رائع، ايه افكاركم وايه الدنيا؟ ابتدت افكار رواد الاعمال لما ابتدوا يشوفوا بقى هم اللي يروحوا لبرامج الوزاره، للاسف يعني رواد الاعمال تايهين، مفيش وزاره بعينها هي القائمه بذاتها على دعم ملف رواد الاعمال. طيب ليه يا شباب؟ طب مش وزاره الشباب او وزاره اتصالات او من الوزارات دي بتشتغل عليكم؟ ابتدوا يفكروا يقولوا لنا ما تخلوها وزاره واحده اللي هي تبقى وزاره الشباب برضه، عشان دي المشاريع قائمه بافكار الشباب، هي اللي بتعمل كل حلقات الوصل ما بين كل الوزارات. لو انا بعمل حاجه للزراعه يقدروا يودوني لمسؤول في وزاره الزراعه عشان اقدر اكمل ملف بتاع رياده الاعمال، وقيس ده بقى كل القطاعات اللي رواد الاعمال بيشتغلوا عليها. وبالعكس كمان اللي اكتر من ده، ان في شباب سابت مصر كانوا فاتحين شركات بيعملوا دخل محترم ليهم وكمان للعاملين معاهم، سابوا البلد عشان يروحوا يفتحوا في دول اخرى. هنستضيفهم داخل الحوار الوطني عشان نشوف ايه المميزات اللي الدول الاخرى اداها لهم ومصر ما ادتها لهمش. في ملف مهم تاني هو ملف الشباب الدارسين في الخارج. عندهم افكار يا يوسف في المحور الاقتصادي وفي المحور المجتمعي وفي المحور السياسي اكتر من رائعه، بس عندهم تحديات وعندهم مشاكل بيواجهوها. طبعا كل الملفات دي لما نقول اللي احنا نفتحها مع شبابنا، الشباب لما هتقول ان فعلا لجنه الشباب رفعت توصيات لفخامه الرئيس، فخامه الرئيس اعلن عليها الفتره الجايه، هنحس بانتماء كبير جدا للدوله المصريه، وهيحسوا كمان ان الحوار الوطني جاب نتائجه. يا اخي انا كل مره تلاقيني عمال يعني حجم اعجابي بتنظيمك عمال بيزيد تجود حقيقي يعني ما شاء الله بجد، يعني من اول يوم اتقابلنا طبعا في 10 سنين ولا ده كده اكتر. طيب خليني هنا بقى هرجع لسياده النائب المحترم علاء عصام، وهيبقى في عندي حاجتين. علاء، انت دخلت لجنه المحليات كمقرر مساعد، وانا كان في مخيلتي انه علاء هيخش في المحور السياسي تحديدا أحزاب. يا احزاب يا نقابات واتحادات يعني مع التجمع، طب يروح فين؟ اكيد الحته دي. لا، وكتابي كان عن الاحزاب. وكتابك يعني عن الاحزاب صحيح. ليه رحت على المحليات ما رحتش على لجنه الاحزاب؟ والله احيانا يعني هو كان في حاله حوار. شوف، هو الحوار النهارده يوم كله يدعو للتفاؤل، حتى وانا بقابل كل زملائي، ولما قابلتك بره وقابلت كل زملائنا، الناس كلها متفائلين، الناس كلها سعداء، الناس حاسه ان في حاله تنوع في الحوار الوطني، تنوع بجد. يعني انت النهارده كان في ناس بقى لها 10 سنين قاعده في البيت ما بيشتغلوش سياسه، عندهم موقف، النهارده طلعوا يتكلموا في فيديو، ها يتكلموا فيه عن الحوار الوطني وعن رؤيتهم للمستقبل. ده معناه ايه؟ ان احنا في طور المرحله الانتقاليه ما بعد 2013 الناس ابتدت تدرك، اللي هم حتى كان نفسهم ضيق شويه وما ادركوش الواقع السياسي اللي احنا عايشين فيه، إن الدولة والتحديات اللي كانت بتقابلها كانت جدية.
ان الاجراءات اللي اتخذتها الدولة المصرية لاستعادة سيناء للحفاظ على الدولة لحد انك تحط خط احمر لليبيا، ان انت تكون عندك حزم في المواقف، بقوا مدركين ان لو ما كانش الدولة المصرية عملت ده في العشر سنين اللي فاتوا كنا هننجر لنفس المخطط اللي هو بدأ من ايام غزو العراق. دي واحد. اتنين، الحقيقة انا حاسس كمان ان الدولة المصرية رغم كل ما يحدث من امور ملتهبة على حدودها في السودان وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيره بتدي مساحة لكل المعارضين، بتعمل حوار وطني 50% منه من المعارضة و50% من الأغلبية. ما بحبش المؤيدين، ما بحبش أقول كلمة المؤيدين ولا الموالاة. ليه؟ لأن هي الأغلبية. ما هي الأغلبية إيه؟ ما هم أصحاب القرار في النهاية اللي بيشرعوا القوانين. لكن قصة موالاة دي أنا بعتبرها نوع من المزايدة يعني. لكن نقدر نقول إيه؟ إن إحنا النهاردة في إطار مشروع وطني اقتصادي واجتماعي وسياسي بنتحاور حول جمهورية جديدة. الميزة في اللي دعا ليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو رايح يبني الجمهورية الجديدة ما بيبنهاش بنفسه لوحده، لا ده بيقول الأحزاب السياسية، نقابات، كل ممثلين الشعب، المجتمع الأهلي، يلا يا جماعة احنا عندنا هدف اسمه بناء الجمهورية الجديدة. يعني جمهورية جديدة؟ جمهورية تعني الحداثة والتنوير. ما احنا خلصنا على جماعة كانت كبسة على نفسنا 80 سنة واكتر من 80 سنة، يبقى اذا نحن نتطلع لإيه؟ لمجتمع الحداثة. اثنين، جمهورية تحقق العدالة الاجتماعية. طيب هل الكلام دوت ليه أسس؟ مشروع ابدأ في الصناعة ليه أسس؟ حضرتك مشروع 3.5 مليون فدان، في 400,000 فدان اللي تم إضافتهم خلال السنوات الماضية في إصلاح زراعي. انت النهاردة قدام دولة بتحجم من الاستيراد وبتعمل على زيادة الصادرات عشان الخلل اللي موجود في ميزان المدفوعات. الجمهورية الجديدة هي جمهورية هتقوم بالمحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي. ليه؟ طالما انا بقى موجود في المحليات هوضح لحضرتك بعض الامور. النهارده لما بنقول تنميه الحياه السياسيه وزياده المشاركه في الانتخابات، هو احنا نقدر يبقى عندنا مشاركه كبيره في الانتخابات وفي حريه وديمقراطيه من غير ثقافه الديمقراطيه؟ ما ده المحور المجتمعي. استحاله. وانا دلوقتي يا فندم نسبه الاميه ونسبه عدم وجود وعي ناحيه اهميه الاحزاب والتعدية الحزبيه وما اشار اليه الدستور، لو ده مش مترسخ في وجدان الطلاب في المدرسه، انا بتكلمش على أدلجة حزبية في المدرسة، بس ما يبقاش في أمية سياسية بالظبط ولا أدلجة حزبية في الجامعة. مش عايز أدلجة خالص جوه أسوار المدرسة. مفيش أدلجة، مفيش أدلجة. أنت عاوز تقرأ في إيه وتتجه لإيه؟ أنت حر بالظبط. بس يبقى عارف كم حزب في مصر، تاريخ الأحزاب إيه، مين أهم السياسيين. أنا النهاردة صعقت إن شاب كان من ضمن الشباب المشاركين عنده 22 سنة مش عارف السيد عمرو موسى. دي كارثة يعني، دي أنا اتفاجئت بيها جدا. بس طبعا مصر كلها تعرف عمرو موسى، لكن الولاد في السن ده بسبب ان مفيش ثقافه سياسيه وبوش يتفرجوا على التلفزيون، بقى كل همه الموبايل. ما هو السيد عمرو موسى كان بيظهر لنا فين؟ في التلفزيون، في اللقاءات، جيلي وجيلك وكده، كنا بنشوفه في عصر قبل كده وفي تصور 30 يونيو وفي جبهه الانقاذ. ده شاب صغير كان عنده ساعتها 11 سنه ولا حاجه. فهي القصه قصه وعي. اذا المحور الثقافي في المحور الاجتماعي، اللجنه الثقافيه في المحور الاجتماعي لابد ان يناقش قضايا المحور الاجتماعي بالتوازي مع المحور السياسي والمحور الاقتصادي. طب ثانيه واحده بقى، لو قلنا الاقتصاد اهم، صح الاقتصاد مهم جدا، هو اهم حاجه في الدنيا، بس النهارده لو ما عندناش رقابه شعبيه منتخبه ومحليات حقيقيه، اللي بيحصل في دوائرنا كلنا نواب من المحليات امر مزعج. هل هنحافظ على الاقتصاد؟ الاتاوه اللي بتتفرض على المحلات من بعض الموظفين الفسده، ها النهارده لما بنتكلم عن مفيش رقابه شعبيه محليه، هل ده مش هيبقى معيق للاستثمار؟ انا اعرف ناس في محافظات الصعيد عاوزين يستثمروا في بلدهم عشان يا استاذ يوسف ياخدوا موافقه او ترخيص بمشروعهم في المحافظه دي، بيقعدوا سنين مش بيقعدوا شهور. انا اعرف واحد بياخد ترخيص بقاله سنتين. ليه؟ لان القرار النهائي فين؟ عند الديوان. كفايه دواوين بقى يا جماعه، احنا عاوزين لا مركزيه. هذا هو ما سيناقشه الحوار الوطني ولجنه المحليات. حلو. وده لحضرتك موضوعين، قانون الانتخابات المحليه، اتنين اللامركزية. ليه لامركزية؟ انا مش متخيل ان في محافظ النهارده بياخد قرار في مستشفى او في مدرسه بيرجع للوزير، حتى لو قرار ان في سيوله عاوز ياخد اجازه للمدرسه، مش ممكن يا جماعه. هذا يعمق من البيروقراطيه، مش ممكن. اصل انا هيبقى مهم عندي قوي المحليات ان انا اقدر طبعا اوصل فيها الى انجاز، عشان هذا الانجاز نتوافق عليه، ثم فيما بعد ذلك هيلف وهيجي لنا على البرلمان. بس انا هتبقى توصيتي
اعملوه بآلية الانتخابات بتاعته، لأن أنا بتكلم على أكتر من 54,000 كادر طبعاً في مصر، ولازم الانتخابات أظن على حسب فهمي هتتعمل مش على مرحلتين، هي مرحلة واحدة وقايمة ضرورة وقايمة بس. فيعني عايزين آلية محكمة إلى أبعد الحدود، وفي نفس الوقت أنا محتاج المحلية، وعايزين صلاحيات للمحافظين قوية، وفي نفس الوقت رقابة شعبية. مش هبقى مسرف في ان انا ادي صلاحيات للسلطة التنفيذية، لان طبيعتها متجبرة السلطة التنفيذية في العالم كله، بس في نفس الوقت هديها صلاحيات يعرف ياخد قرار، بس في نفس الوقت في رقابة. طبعا احنا النهاردة مين يراقب على المحافظين؟ اعضاء مجلس النواب ما يقدروش يراقبوا على المحافظين. ليه؟ لان انا ليا صفة رقابية على الوزراء، على الوزير، على الوزير بس. طيب أنا هستأذن نروح لفاصل، وبعد الفاصل نستأنف النقاش، وسوف نعود إلى سيادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علشان أنا عايز أعرف الرؤية اللي يتصورها سيادة النائب مصطفى على مسألة الوضع الاقتصادي سواء كان في الفترة الراهنة ومستقبلها من خلال الحوار الوطني. توكلنا على الله. حاجة احنا عايزين نحل مشكلة صديق علاء اللي في سوهاج اللي مش عارف يخلص الشركة بتاعته لحد دلوقتي ده. احنا عايزين بس سيادة النائب ما كلمنيش عليه. عايزين سيادة النائب مصطفى يحل المشكلة بتاعة صديق سيادة النائب علاء دي أول حاجة. أعتقد ده حوارنا الوطني النهاردة جوه البرنامج. مصطفى باشا، حضرتك قلت انه على رأس الأولويات ولا صوت يعلو على صوت المحور الاقتصادي والقضية الاقتصادية، لانه هي دي الشغل الشاغل بتاع مصر، الاقليم، العالم. رؤية سيادة النائب مصطفى سالم وهو وكيل لجنة الخطة والموازنة وعنده كل الأرقام المتعلقة بهذا الوطن. بص يا يوسف، خلينا يعني نقر ان الوضع العالمي فرض علينا واقع ان احنا لازم نعتمد على نفسنا. لازم نعتمد، الظروف العالمية خلتنا قدام أمر واقع إن إحنا لازم نعتمد على نفسنا فيما يتعلق بالزراعة، فيما يتعلق بالصناعة، فيما يتعلق بالطاقة تحديدا. فإحنا في مصر ما عندناش حزب حاكم، عندنا تعددية حزبية، فكان لازم الحوار الوطني إن إحنا نقعد كل القوى السياسية وكل الأحزاب وكل الآراء ونسمع بعض. القضايا اللي هنناقشها زي ما اتكلمنا الحوار الوطني المحور الاقتصادي، عندنا 8 قضايا متنوعة، 8 محاور، محور خاص بلجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ولجنة الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية والسياحة. احنا عندنا في مصر مبادرات رئاسية، مبادرات اقتصادية، مبادرات اجتماعية زي مبادرة حياة كريمة. لازم ان احنا نحول المبادرات الاقتصادية والاجتماعية الى خطط قومية متكاملة العناصر والاهداف، وتتابع لها برامج زمنية، ويتم مراقبة هذه المبادرات. لازم يتم الاستفادة من هذه المبادرات. انا النهاردة لازم احول حياة كريمة من مشروع قومي بيرفع من مستوى الخدمة اللي بيقدم للمواطنين في القرى. حياة كريمة هينفق عليها، كان في الأول قبل ارتفاع الأسعار مثلا كنا بنتكلم في 700 مليار، النهاردة هنتعدى تريليون وأكثر في مراحلها المختلفة. كان الهدف ان احنا نرفع من مستوى الخدمة ومستوى المعيشة ونقلل فروق الخدمة بين الطبقات في القرى وبين المدن. لازم نستفيد من هذه المبادرات وهذا الانفاق. ازاي؟ لازم احول حياة كريمة الى مجمعات صناعية، أدرس الوضع الصناعي والوضع الاقتصادي الخاص بكل إقليم، الخاص بكل محافظة، الخاص بكل مركز، بكل منطقة، وأنشئ مصانع جاهزة المرافق، جاهزة الرخص، وأعرضها للمستثمرين للقطاع الخاص. يبقى أنا استفدت من الإنفاق اللي أنا أنفقته، وعظمت من الصناعة المحلية والصناعات الصغيرة. دي رقم واحد. رقم اتنين، أنا عندي مبادرة زي مبادرة الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في بعض المشروعات، وفي وحدة المشاركة في وزارة المالية، وحدة معطلة لها أكتر من 12 سنة ما جمتش بأي دور رغم أن هي موجودة، وإحنا عملنا تعديلات. الزملاء معايا كلكم
قريبا منذ شهور يعني فيما يتعلق بوحدة الشراكة في وزارة المالية. وحدة الشراكة دي لازم تتنشط، لازم يكون في شراكة ما بين القطاع الخاص وما بين الحكومة في بعض المشروعات الكبرى. النهاردة السيد رئيس الوزراء بيتكلم ان احنا لازم كل سنة هيكون عندنا مثلا 10 مليار نتيجة بيع او الطروحات للمشروعات المملوكة للدولة. طب انا النهاردة في ظل المشاكل والضعف اللي بتواجهه البورصة والوضع المالي في مصر، هل هستطيع ان انا احقق ده؟ يبقى لازم اعمل اصلاح للوضع المالي والبورصة. لما نيجي نتكلم فيما يتعلق بالصناعة، عندي مصانع متوقفة وعندي مصانع متعثرة وعندي صعوبة شديدة في استخراج التراخيص. الرخصة الذهبية اللي احنا نتحدث عنها لابد ان تكون هي الاساس في كل المشروعات المتعلقة بالصناعة، لازم يكون الرخصة الذهبية دي للكل، رقم واحد. رقم اتنين، لازم يكون في منصة ويتم الانتهاء من جميع الاجراءات والموافقات في مدة زمنية محددة ولتكن شهر زي ما بيحصل في معظم الدول. انا النهاردة مستثمر وهعمل مصنع، اعمل لي منصة واشتغل عليها، خلال شهر يكون معي الرخصة بتاعتي واكون اشتغل، اقدم حوافز للناس اللي هتشتغل في الصناعة عشان اجذب استثمار. لازم اهيئ له المناخ اللي هيستثمر فيه، لازم اقضي على البيروقراطية، لازم اقضي على اقلل من نسب الفساد الاداري ونسب المعوقات الادارية. النهاردة بيصدر تشريع او بيصدر قرار وزاري من مستوى مجلس الوزراء، في فجوة كبيرة ما بين القرار وما بين التشريع وما بين التطبيق. بلاقي الموظف الصغير اللي تحت اللي هو بينفذ لي التشريع او بينفذ لي القرار دوا ما بينفذوش، فبالتالي بتتعطل مصالح المستثمرين ومصالح الصناع. فيما يتعلق بالسياحة النهاردة عندي مشاكل كثيرة جدا. النهاردة يعني ايه الدولة؟ انا فوجئت يا سيوسف ان الدولة بتملك مجموعة فنادق من اعظم الفنادق اللي موجودة في مصر. انا اتحدث عن فندق مينا هاوس، عن فندق وينتر بالاس في لوكسور، عن فندق كاتاراكت في اسوان، عن الماريوت، مجموعه فنادق مملوكه للدوله ما حصلش عليها اي تطوير مثلا من 30 سنه. النهارده صندوق مصر السيادي بنامل ان هو يقوم بدور في هذا القطاع. اتعملت شركه سياحه وخد مجموعه فنادق، 7 فنادق، وهيعمل زياده الى راس المال، مش هيبيع بس هيعمل زياده راس المال عشان يطور هذه الفنادق. لازم اشوف مشاكل المستثمرين، لازم اجزم المستثمر من خلال المعامله وادرب الناس اللي في السياحه. فانا لازم اقف جنب المصانع المتوقفه والمصانع المتعثره، لازم احل مشاكل السياح، لازم اعظم من الثروه العقاريه عندي لازم اعمل قاعده بيانات للثروه العقاريه واصدرها للخارج. انا النهارده عندي ثروه عقاريه كبيره جدا، هل عندي قاعده بيانات للثروه العقاريه عشان اعرف ابيع يدخل من الخارج على المنصه ويعرف يشتغل ويشتري؟ لا، ده مش موجود. يبقى لازم اعمل توثيق للثروه العقاريه وقاعده بيانات. القوى البشريه والعنصر البشري، الجميع ينظر ان احنا في مصر بنواجه مشكله في الزياده السكانيه. انا مش ضد وجهه نظر الدوله ان في مشكله في الزياده السكانيه، ولكن انا احول ده من مشكله ومن معضله الى فرصه. فرصه ازاي؟ النهارده تحولات المصريين في الخارج عندي حوالي 32 مليار، ال 32 مليار اضعاف ما يحقق من قناه السويس او السياحه او خلافه. طب وده بشكل فردي، انا اعظم ده من خلال التنظيم السوق او الاقتصاد في دول الخليج. النهارده في عوائد مرتفعه من عوائد البترول نتيجه الظروف، ففي فرص ومعدلات تنميه اكتر. لازم ادرس كدوله ايه الاحتياجات اللي محتاجاها دول الخليج وانمي ده وادرب انا عندي العناصر البشريه من خلال الجامعات، من خلال المراكز البحثيه، من خلال النقابات، اؤهل سوق العمل واهل العنصر البشري ان انا اصدره واصدر الخدمات دي الى الاسواق العربيه وازود من تحويلات المصريين في الخارج. عندي مجموعه من العناصر تتعلق بالصناعه، بالزراعه، بالعنصر البشري، بالطاقه. لازم اتحول من الطاقه التقليديه الى الطاقه المتجدده والطاقه البديله والاقتصاد الاخضر. كل الحاجات دي يا يوسف يعني هتقلل من عجز الموازنة وهتقلل من عملية الارتفاع الديون اللي الناس كلها بتتكلم فيها وخايفة منها. هو ما فيش خوف منها لأن احنا الحمد لله ما تخلفناش حتى الآن عن سداد أي أقساط من أقساط الديون خلال الفترة السابقة كلها، ولكن لازم نحد فعلا من عملية الديون، نحد من عملية الديون
وأقل من عجز الموازنة لما أرفع وأعظم من ميزان التجاري بتاعي. الميزان التجاري بتاعي مش هيتعادل ومش هيرتفع إلا من خلال التصدير، إلا من خلال الصناعة، إلا من خلال الزراعة، وأحقق في نفس الوقت اكتفاء ذاتي وأجلب عملة صعبة وأقل من عجز الموازنة وأزود من إيراداتي. طيب. كل المشروعات دي أو كل المحاور دي لازم تناقش داخل الحوار الوطني، لأن الحكومة لها رأي، برلمان له رأي، كل حزب من الأحزاب ليه رأي، الجامعات لها رأي، رجال الأعمال نفسهم لازم يشاركوا، يعني لازم القطاع الخاص، القطاع الخاص بيمثل حوالي 80% عندي من السوق المصري ومن الناتج القومي. أنا عندي مشكلة مع رجال الأعمال، يعني أنا غالبا مولود وعندي حساسية تجاه رجال الأعمال، وحساسيتي وأرجو إنه أحمد وعلاء برضو يشاركونا وأستاذ مصطفى، أنا جبت 10 دقايق زيادة. أنا عايز أنا عشان حكاية رجال الأعمال دي أصلها مهمة. أنا عايز أعلق على دي بالذات الحساسية. إحنا يعني أصبح عندنا يقين في دماغنا ان احنا لما نعمل الدوله لما تبني شركات او مصانع وتبيعها لا البيع ده فساد. ليه فساد؟ لان فتره من الفترات في برنامج الخصخصه كان بيحصل نوع من الفساد، فاصبح يقين عند المواطن في مصر ان الدوله لما تيجي تبيع مصنع او تبيع شركه انه نوع من الفساد. بالعكس انا ممكن اعمل اعاده تدوير كيل باكثر من مكيال. يعني رجال الاعمال مثلا لو عملية بيع لنسب من بعض الأصول، وأنا حتى بستخدم المسألة بمنتهى الدقة، نسب من بعض الأصول لو اتباعت لأي مستثمر خارج مصر تبقى وحشة جدا في وجهة نظر رجل الأعمال المصري، وإزاي وأنتم ماذا تفعلون أنكم تتبعون أصول الدولة. لكن لو البيعة رسيت عليه بقت مصر بلد عظيم، ولو ما بعتش خالص يبقى انتم تعودون بنا الى العصر الاشتراكي ايام جمال عبد الناصر. عارف يا استاذ يوسف، يا عم انت عايز مني ايه؟ عارف انا شايف ان من ضمن الحلول اللي هي اعاده التدوير ان انا كدوله ببني مشروعات وببني شركات وببني صناعات وابيعها واعمل غيرها وانشئ غيرها، زي ما حصل النهارده مثلا كان كل الاصوات الخارجيه والاصوات الخبيثه بتتكلم عن المشروعات المملوكه للجيش، المشروعات المملوكه للجيش، بعد ما كنا بنتكلم في مشروعين. طب السيد رئيس الوزراء امبارح بيتكلم في طرح 12 مشروع. فانا مع ان الدوله تبني صناعات وتبني مصانع وتبيع مشروعات ناجحه وثم تعيد التدوير وانشاء صناعات اخرى. لازم القصه دي استاذ مصطفى اصل هي بتبقى عباره، يعني احنا نقدر نسميها انها اكتر من مدرسه، لكن على سبيل المثال ما فيش اختراع للعجله، ولو في اختراع ما عندناش مانع، بس يبقى اختراع قابل للتطبيق. يعني جماعه الحزب الشيوعي الصيني، الحزب الشيوعي الصيني عمل ايه في الاخر خالص؟ حول بلاده اقتصاد بلاده لتاني اكبر اقتصاد على مستوى العالم، وخلق حاجه اسمها السوق الاجتماعي، اختراع، والدولة شريكة بالنسب الكبرى داخل مشروعات استثمارية. يعني حد يجيب لي شركة عربيات صينية واحدة الدولة ما هيش شريك فيها، ده على سبيل المثال للحصر. لعل ده يكون، وصححوني، مدخل لحلول اقتصادية. يعني إذا كان مجتمع رأس المال المصري مستاء، وأنا مش عارف هو مستاء ليه برضه، بس يعني افترضنا، طيب الرئيس في الشرقية لما المهندس وائل مصنع حاوي بتاع المحركات، فبيقول احنا بنفكر كمان نعمل مصنع لبطاريات الكهرباء، فالرئيس قال له واحنا هنساعدك. قد يكون، انا ما اعرفش مخيط الرئيس ايه، ده شكل اشكال الشراكه، وقد يكون مساعده الدوله لتذليل العقبات. ايا كانت، سؤالي هنا لاحمد وعلاء مع حفظ الالقاب البرلمانيه، حقيقي المحور الاقتصادي ويمكن حتى النقط اللي اتكلم فيها استاذ مصطفى شديدة الصعوبة وشديدة الأهمية، ومصر أو بالأدق المواطن المصري أصبح يتحدث في الاقتصاد زي ما بيغمس فول الصبح. السؤال، إحنا عايزين من وجهة نظر بقى سيادة النائب أحمد فتحي، إحنا عايزين نوصل لأنهي نقطة؟ هل أنا عاوز أوصل لنقطة قريبة من الشكل الصيني؟ عايز أوصل لنقطة أقرب لدول الاتحاد الأوروبي وهي مدرسة مختلفة تماما في رأيي أنها فيها ميل اشتراكي ما، بس لأنه ده الميل الاجتماعي يعني لو صح التعبير، ولا عاوز أوصل لنقطة بتاعة زي الولايات المتحدة الأمريكية نيو ليبرال بقى، شكل بقى نيو ليبرال، نقصة مالية متوحشة وأنا ما عنديش حد، يا ما فيش يا مرحميني، هو شغل وفلوس واللي ما فيش يبقى باي باي وروح وقعد في البيت. أكتر حاجة كنا سعداء بيها جدا لما كنا بنتكلم مع أكتر من فئة، هتكلم على فئة مهمة جدا، هو رؤساء مجلس إدارة الشركات سواء بنوك أو شركات اتصالات، وكنت بسألهم انتوا ازاي في ظل الظروف اللي احنا فيها دي وبتحققوا بروفيت وبتحققوا أرباح محترمة وبتدوا أرباح للسادة العاملين في البنوك أو في شركات الاتصالات.
لو ما جبناش وما استعناش في اللجنة الاقتصادية بالذات في المحور الاقتصادي بالناس دي احنا مش هنتقدم خطوة لقدام. بمعنى أدق ان احنا دلوقتي افكار محترمة بتخرج من رجال اعمال عملوا فعلا قوموا مصانع وقوموا شركات. الناس دي لما قلنا طب انتوا حابين ندعوكم للحوار الوطني وتقولوا لنا ازاي نقدر نعدي بالمرحلة دي، قال لك طبعا احنا مستعدين جدا يعني. فلما اقترحنا على زمايلنا في اللجان المختلفة في المحور الاقتصادي قال لك طبعا احنا مستعدين ان احنا نستضيف اي حد داخل الحوار الوطني، بس المهم الكلمة اللي انت قلتها يوسف تبقى افكار قابلة للتنفيذ. انا عايز اقول لك دول رؤساء مجلس ادارة كبرى الشركات في مصر، انا عايز اقول لك شبابنا الدارسين في الخارج لما ابتدى يتكلم معانا على ازاي يقدر يوفر عملة للبلد دي، دول شباب من جامعات مختلفة بره مصر افكار محترمة جدا، افكار مذهلة رائعة، وهنجيبهم عشان يقولوا لنا يا جماعة ده يتطبق ازاي، هاتوا التنفيذيين هاتوا التشريعيين قولوا لهم اسمعوا كلام الشباب اللي بيدرس في الخارج افكاره عاملة ازاي وتطلعاته للمستقبل عاملة ازاي. فوجهة نظري ان فكرة الحوار الوطني اللي هو مش قائم على السياسيين فقط، مش قائم على مجتمع مدني فقط، هو قائم على المجتمع المصري ككل. فأي حد، وإحنا بنستأذن السادة المواطنين اللي بيسمعونا لحد النهاردة وإحنا بنتكلم معاك يا يوسف، قدموا على الصفحة الرسمية للحوار الوطني أفكار، قدموا اللي انتوا تيجوا وتناقشوا معانا سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي عشان نقدر نقول إن إحنا نعدي ونوصل لبر الأمان، عمرنا ما هنقدر نوصل إلا بأفكاركم. الأفكار دي بمنتهى الجدية بالمناسبة، يعني ما تفتكرش إن المسألة واردة في عروة الجاكيت على الإطلاق. مشهد النهاردة لو أي مواطن اتفرج عليه من أوله لآخره يعرف إن الموضوع متاخد جد إلى أبعد الحدود. أخيرا علاء، شوف أنا عاوز أرد على الحاجة المهمة قوي اللي أنت قلتها اللي خاصة برجال أعمال في مصر. إحنا مختلفين عن أوروبا. أوروبا رجال أعمال أو البرجوازية تحالفت في القرون السبعتاشر والتمنتاشر مع الفلاسفة. ليه؟ لأن كان الإقطاع بيمنع حرية التجارة، هكذا دولة الكنيسة، فرجال أعمال لقوا مصالحهم مع الجماعة الفلاسفة في الحريات والانتقال وبتاع، فشاركوا في الثورة يعني. فده مع الآلة البخارية، عاوزين بينتجوا عاوزين يوزعوا منتجاتهم. فكان في مجتمع شعب حقيقي بنى مجتمع رأسمالي إنتاجي. إحنا في المناطق الشرقية وفي دول العالم الثالث وفي روسيا اللي هي فيها عملية مركزية قديمة ما عدناش على المراحل ديت، صح. كنا أكثر مجتمع قربا للزراعة، وبالمناسبة احنا عندنا زيادة سكانية بسبب المساحات الزراعية، حتى الصين والهند برضو زيادة سكانية مرتبطة عندهم بنفس القصة. فإذا الرجال أعمال في مصر من أول ما تحالفوا مع حزب الوفد وقيادات الوفد عشان خاطر كانوا متضايقين إن الإنجليز هم اللي بياخدوا المكاسب، فعاوزين لحد لما الجماعة الاقتصاديين في السبعينات اللي هم كانوا بيعتمدوا على تجارة العملة ومفتاح السداح مداح وبتاع الثقافة الاستهلاكية، دول نموذج لسه متبقي منهم ناس كتير. لكن الدولة بقى النهاردة بتعمل إيه؟ ده اللي لازم ننتبه له. احنا في مرحلة الانتقال من المجتمع القائم على الاقتصاد الخدمي، وانا مش ضده، مفيش مشكلة عندي بشركة سياحة، بس المجتمع انتاجي. احنا مضطرين ليه اصلا؟ حتى لو مفيش حد عاوز ده من الحكومة احنا مضطرين ليه؟ انت عندك مصيبة، انت النهاردة من سنة كانت البضاعة بتاعتك مش عارفة تخش. ليه؟ لان بنستورد اكتر ما بنصدر. انا بقول للحكومة بقى، وده رأيي من خلال الحوار الوطني، وده حوار يا جماعة ما توصلناش المرحلة دي تاني. ازاي؟ ان احنا نعرف ايه الاولويات في الاستيراد ونمنع المنتجات الترفيهيه وغير المهمه منعا باتا من الاستيراد. وهتقول لي اصله القانون التجاري، لا، او اصله المنظمه التجاره العالميه، لا، منظمه التجاره العالميه في ظل في ماده في لائحتها ان انت من حقك تمنع بعض المنتجات اللي بتستوردها في حالة الأزمات والظروف الاقتصادية، ومفيش أزمات أصعب من دي، ومن حقك تحط رسوم إغراء، ومن حقك رسوم إغراء 5000 حل. ده رقم واحد. رقم اتنين، زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة يا جماعة مش مرتبطة بالمواد في الأرض. يقول لك مصر ما فيهاش موارد. نعم، مصر مش دولة غنية بالموارد، بس على فكرة أوروبا اللي عملت الآلة الصناعية دي أو الآلة البخارية دي كانت دولة شاحية الموارد. استنى هو اليابان فيها مثلا موارد طبيعية؟ مثلا اليابان من أفقر الدول أرض في الموارد الطبيعية وأغنى الدول في الإنتاج وفي التكنولوجيا أغنى الدول. فهو ده بقى اللي يجننك يعني، ده اللي يخليك تحس إن أنت لما تيجي تتكلم مع الحكومة في هذه المسائل أو مع خبراء الاقتصاد بتتكلم معاهم هم فادي وأنت فادي. صحيح في مصر في الحكومة كوادر قوية، وصحيح في مصر في خبراء
اقتصاد على العالم. على فكره ما بتكلمش بشكل ايديولوجي، احنا في حزب التجمع مثلا يقول لك حزب اشتراكي، احنا مؤمنين بالرأسمالية الانتاجية، احنا عاوزين يبقى في مجتمع رأسمالي اصلا، هو كارل عشان نروح بعد كده الاشتراكية، عشان بالظبط احنا ما عندناش مشكله. القصه في خمس نقاط الف ب مركزي استاذ يوسف، خمس نقاط عشان اختم عشان ما اطولش. مجتمع انتاجي، مجتمع عماده التنوير والحداثه والعداله الاجتماعيه والعداله الثقافيه، لان مجتمع انتاجي هو بالضروره هيقودنا للمجتمع، الصناعه هي اللي هتقودنا لتحديد النسل، الصناعه هي اللي هتقودنا لزياده الوعي، الصناعه هي اللي تقودنا لتطوير التعليم، لانك هتبقى محتاج ناس تعلمهم عشان يشتغلوا في المصانع، هتبقى محتاج ناس تعلمهم عشان تقولك تكنولوجيا. ثلاثة البحث العلمي، أربعة زيادة نفقات التعليم في الدستور والعمل على تنمية التعليم. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة أخيرا، النقطة الخامسة، خلاص أنا هعقب. الديمقراطية والسياسة لن تتحقق إلا من خلال ثلاث محاور: اقتصادي، اجتماعي، سياسي. شكرا. أنا قبل ما أختم يا أستاذ يوسف برضه عايز أشير لنقاط مهمة لازم إن احنا نبحثها في الحوار الوطني، هي عملية الإصلاح الضريبي، مش من خلال فرض ضرائب جديدة ولكن من خلال التقليل من نسب التهرب الضريبي، التحول للميكنة الكامنة والرقمنة الكامنة في التحصيل الضريبي، القطاع الغير رسمي لازم نعالج الوضع الخاص بالقطاع الغير رسمي عشان نرفع من حصيلة الضرائب وليست فرض رسوم ضريبية جديدة. الحاجة الثانية هي تحسين إدارة أصول المملكة للدولة، الهيئات الاقتصادية بتملك أصول كثيرة جدا بعدد كبير من التريليونات، لازم ان احنا نحسن اداء وادارة الاصول المملوكة للدولة دي عشان نحقق منها العائد الكافي. موقع مصر الجغرافي موقع يعني فريد، فلازم نحول مصر الى معبر دولي ومركز لوجستي، لازم نعمل مراكز صيانة، تمويل سفن، لازم نستفيد من الموقع الجغرافي المصري، وده حصل. والنهاردة عندنا هيئة التنمية الاقتصادية الخاصة بقناة السويس برضه بتقوم بدور مهم، فمجموعة العناصر دي كلها لازم تناقش في الحوار الوطني. لازم، وأنا بركز تركيز أخير، لازم نهتم بالقطاع الخاص، لازم نهتم أكتر بتوطين الصناعة. أنا مع الزملاء ويعني اتجهنا والتوجهات الرئيسية لتوطين صناعة السيارات، توطين صناعة المحمولة، العدد من الصناعات، لكن لازم نتوسع بشكل كبير، لازم نستفيد من المبادرات وما أنفق على البنية التحتية لازم يتم الاستفادة منه المرحلة القادمة، ان احنا نستفيد به في التصنيع والتصنيع الزراعي، نحقق اكتفاء ذاتي، نجلب عملة، نخفض عجز الموازنة، نقلل من الديون. كل العناصر دي وكل العوامل دي لازم تكون محل مناقشة في وجود رجال الأعمال والقطاع الخاص والمواطنين والمراكز البحثية والجامعات وكل القوى السياسية بمختلف أفكارها، سواء كانت يمين أو يسار أو وسط. انا عايز اشكركم جدا على وجودكم معايا، وكل واحد انا طبعا عايز اقترح يعني والله انا بفكر في انه طب دلوقتي اذا احنا عندنا شركات وعاوزين نطرح فيها نسب، ده ختام بالمناسبه يعني مش هنطرح ده هنتكلم فيها واحنا خارجين بره، وعاوزين نطرح فيها بعض النسب للاستثمار من خلال مستثمر استراتيجي محلي كان او غير او يعني وطني او غير مصري، طب هو انا ليه ما اعملش صندوق استثمار بالعمله الصعبه؟ ده واحد، وبالتالي أنا أقدر بالمناسبة أعالج أي مشكلة متعلقة بتحولات المصريين بالخارج أو المهاجرين اللي ما بيحولش هنا عندي أصلا من الأساس، لأنه طب ما تيجي تستثمر عندي في الصندوق الاستثمار اللي هتاخد عائداته بالدولار مش هتاخدها بالجنيه، هذا الصندوق هو اللي هيشتري الشركات اللي أنا عارضها في الـ 32 طرح بتاعي أو بعض من البنوك إلى آخره، فأصبحت هذه الشركات بتاعت مين؟ بتاعتي. ما تروح قدام مين؟ طب أنا قدام صندوق هو اللي اشتراه. هبشرك بخبر. مين مساهم فيه؟ مصريين هم أفراد وهيئات ومؤسسات. هبشرك بخبر يا يوسف إن في صندوق بينشأ حاليا اسمه صندوق ما قبل الطروحات، إن أنت تحط فلوسك في الصندوق ده استثمار بالعملة الأجنبية. العملة الأجنبية مش محلي، لا بالعملة الأجنبية والعائد عليه برضو بالعملة الأجنبية بالظبط، وهو أنت أنا هدفع مبلغ في الصندوق ده، والصندوق ده لما أجي أطرح شركة هو الصندوق ده يشتري لي بأيا كان رأس مالي في الشركة دي. وزارة التخطيط وصندوق مصر السياحي بينشئ صندوق اسمه صندوق ما قبل الطروحات. الصندوق ده لو طلع للنور، لو ملمش في 4-5 أشهر 2-3-4 مليار دولار يبدا يستثمرهم في الشركات وايا كان الفلوس اللي انت هتدفعها في الصندوق. حقيقي مش هزار، الشركات دي بالمناسبه كلها بتقدم الافكار ديت في الحوار الوطني ويتم مناقشتها. انا بقدم على الهواء. لا ده احنا جامدين هنا وهنا. انا عايز اشكركم جدا استاذ مصطفى، علاء، احمد، نورتوني وشرفتوني وخلتوني استكمل هذا اليوم الرائع.